اقتحمت القوات الأمنية التركية مقر مجموعة إيباك الإعلامية المعارضة لفض اعتصام نفذه العاملون فيها بعد أن قررت المحكمة تعيين أشخاص مقربين من الحكومة في مجلس إدارة المجموعة. يأتي هذا في ظل انتقادات وجهتها المعارضة التركية للحكومة بتسخير وسائل الإعلام الرسمية خدمة لحملتها الانتخابية. عدنان الظاهر والمزيد. انتقادات حادة وجهتها أحزاب المعارضة التركية للقنوات الحكومية حول تغطيتها للانتخابات من ناحية تخصيصها وقتا أكبر لحزب العدالة والتنمية على حساب بقية الأحزاب. القنوات الرسمية التركية وأنا أتابعها عن قرب هي مؤسسة عامة وتقوم على ما ندفعه جميعا من ضرائب، ولكن ما تقوم به هو التركيز على العدالة والتنمية واستقبال وزرائه ومرشحيه طوال النهار، وسنقوم بمحاسبتهم على ذلك. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي اتهم القنوات الحكومية بتخصيص 30 ساعة لحزب العدالة والتنمية خلال 25 يوما الأخيرة في مقابل 18 دقيقة له، بينما كانت حصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 29 ساعة. الانتقادات هذه تأتي في ظل اقتحام قوات الأمن مقر مجموعة إيباك الإعلامية المعارضة للحكومة لفض اعتصام نفذه صحفيون بعد أن قررت المحكمة تعيين أشخاص مقربين من الحكومة في مجلس إدارة هذه المجموعة. انضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، بموازاة المعلومات التي وردت بالتقرير، هناك اقتحام مجموعة كوزا أوبك، لو توضح لنا ما جرى بالضبط خلال يعني اقتحام البث المباشر لمحطتين من هذه المجموعة. نعم نادين، دعيني في البداية أبدأ بخبر اقتحام قوات الأمن التركية لمجموعة إيباك الإعلامية صباح اليوم، حيث كان العاملون في هذه المجموعة ينفذون اعتصاما للتنديد بحكم قضائي يقضي بتعيين أوصياء في إدارة هذه المجموعة. قوات الأمن التركية وبعد الاشتباك مع العاملين في هذه المجموعة تمكنت من اقتحام القناة وقطعت البث التجريبي لإحدى قنواتها الفضائية. هذه المجموعة الإعلامية تعود ملكيتها رجل الأعمال التركي أكن إيباك، وهو مقرب من رجل الدين فتح الله جولان وزعيم تنظيم ما يسمى هنا في تركيا بالكيان الموازي. وهذه المجموعة تضم قناتين تلفزيونيتين بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين. الحكومة تقول أن القرار هو قضائي بحت يتعلق بتهم بوجود فساد مالي داخل إدارة هذه المجموعة، ولكن إدارة هذه المجموعة تقول أن القرار هو مسيس ويخدم بالدرجة الأولى سياسات حزب العدالة والتنمية، لا سيما أن المجموعة الإعلامية هذه معارضة للحكومة، لذلك العاملون فيها يقولون أنها تأتي قبيل الانتخابات البرلمانية بخمسة أيام فقط وتهدف لإسكات الأصوات المناوئة لحزب العدالة والتنمية وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان. من جانب آخر نادين، أحزاب المعارضة التركية وجهت انتقادات حادة للحكومة بتسخير وسائل الإعلام الحكومية خدمة للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قال يوم أمس أن وسائل الإعلام الحكومية سخرت حوالي 30 ساعة لحزب العدالة والتنمية مقابل 18 دقيقة فقط لحزب الشعوب الديمقراطي. هذه الاتهامات أيضا جاءت على لسان زعيم حزب الحركة القومية دولة بهجر، والذي هدد بمحاسبة الحكومة على الإجراءات تجاه وسائل الإعلام الحكومية هذه. شكرا جزيلا لك من إسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر.